مرحبا بحلقة جديدة من صناع الشهرة. كل أسبوع عم نسمع عن مشاهير جداد، أشخاص وصناع محتوى عم بيعملوا محتوى كتير حلو، وبعض المعلومات يلي نحنا ما عم نكون منعرفها حتى الأسبوع الماضي. اليوم جايب لكم معلومات على كيف فينا نطلع مصاري أكتر على يوتيوب، كيف فينا نصنع محتوى خاصه بالفاشن، وبعض الملفات الحساسة يلي ما حدا بحب يحكي عنها. خلينا نبدأ. اللي بيحب السوشيال ميديا والما بيحب السوشيال ميديا بيحضر يوتيوب، وكلنا منحب نسمع موسيقى على يوتيوب أو نتابع الأشخاص اللي منحبهم والشوز تبعهم. إنما اليوم نداء اللي حتخبرنا شوي كيف فينا نحنا نعمل مصاري على يوتيوب. جاهزين؟ يلا نروح. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سوشيالها، معي أنا نداء عودة، صانعة محتوى وأخصائية طفولة مبكرة. صار الوقت إنكم تجنوا مصاري من اليوتيوب وإنتوا قاعدين بالبيت. صدقوني عم أحكي عن جد، فكرة إنك تطلع مصاري من قناتك على اليوتيوب تيجي من الفيديوز اللي عم تنزلهم على قناتك. أول خطوة إذا ما كان عندك قناة على اليوتيوب لازم إنك تفتح واحدة وتختارها بالمجال اللي بتحبه أو اللي أنت مبدع فيه وعندك كتير معلومات عنه. مثلاً إذا كنتي أم افتحي صفحة مختصة بالأمومة والطفولة، وإذا كنتي معلمة ممكن إنك تفتحي صفحة بتخص التعليم والإديوكيشن، الجمال، الطبيعة، الرياضة، التسلية، الطفولة، الألعاب، وكتير عندك مجالات ممكن إنك تبدعي فيها. ثاني إشي، جودة المحتوى أو الفيديوز اللي عم تنزلهم على قناتك على اليوتيوب لازم تكون كتير عالية، ولازم تكون الفيديوز كتير مشوقة ومسلية لحتى تجذب جمهور وتحافظ عليه. بناء الجمهور لقناتك على اليوتيوب شيء كتير أساسي، فلازم تروج لفيديوهاتك دايماً، سواء نشر روابط الفيديوز تاعونك على وسائل التواصل الاجتماعي التانية زي الانستغرام، الفيسبوك، السناب شات، وتشجع جمهورك إنهم يفوتوا ويخبروك عن رأيهم بالفيديوز. طب بعد كل هاد كيف ممكن إنه نطلع مصاري من اليوتيوب؟ أول إشي لازم توصل قناتك لألف مشترك وأربعة آلاف ساعة مشاهدة خلال 12 شهر. بس توصل لهاي الأرقام بصير فيك تنضم لبرنامج شركاء يوتيوب وتبلش تطلع مصاري من اليوتيوب. واحدة من الطرق اللي ممكن إنك تطلع فيها مصاري على قناتك على اليوتيوب إنك تسمح بالإعلانات بالظهور على فيديوهاتك. كيف؟ كتير سهلة، بمجرد ما إنك تربط حسابك على الأدسنس وتتم الموافقة عليه بتبلش إنك تربح من قناتك على اليوتيوب. كتير بتعرف ولما نفتح اليوتيوب ونشوف كتير فيديوز يطلع لنا إعلانات ونستنى لحتى نعمل سكيب، هيك تماماً بيصير معك، وكل ما حدا شاف الفيديوهات وشاف الإعلانات على فيديوهاتك أنت عم تكسب. وأكيد هاي مش بس الطريقة الوحيدة اللي ممكن تطلع فيها مصاري من اليوتيوب، في طريقة تانية وهي من السبسكرايبرز أو المشتركين. مثلاً إذا كان عندك بضاعة أو عم تبيع منتج، اليوتيوب is the perfect place، وممكن كمان عن طريق البث المباشر على اليوتيوب أو عن طريق الشات الفوري. وتأكد إنك دائماً ضلك متابع سياسات اليوتيوب والإشهادات لحتى تتجنب أي عقوبة على قناتك على اليوتيوب. خليك متابع تحليلات اليوتيوب، الديموغرافيكس، لحتى تعرف أعمار المتابعين عندك، وين ساكنين، شو اهتماماتهم، لحتى تعرف شو الفيديوهات وين بتفاعلوا أكتر إشي. من خلال هاي البيانات رح تقدر تفهم جمهورك أكتر، لحتى تقدر تحط استراتيجية مستقبلية لقناتك وللمحتوى اللي رح تنزله بالمستقبل. سر القناة الناجحة الوقت، الجهد والاستمرارية، مش إنه تنزل فيديو فيديوهين وتقول زهقت. الاستمرارية أساس قناتك، تأكد إنه يكون محتواك كتير مفيد ومسلي لحتى تحافظ على جمهورك المخلص، وبعدها رح تبلش تجني مصاري، وبعدها قدم استقالتك وقعد بالبيت واحكي باي باي لمديرك. بتمنى إنه كل حدا كان عنده أسئلة عن كيف نجني مصاري من اليوتيوب إني أكون جاوبته عليها اليوم. شكراً لكم، ونشوفكم بفقرة تانية من سوشيالها. إذا بعدك ما بتهتم ببشرتك، ما جايبت لك خمس حسابات بخبروك كيف فيك تهتم بجمالك وبشكلك. خلينا نشوف مين بيستاهل المتابعة اليوم. أهلا وسهلا فيكم، معكم مها فيصل، بشتغل بمجال الماركتينج وصناعة محتوى على الانستغرام. واليوم بفقرة يستاهل رح أعرفكم على صفحات تميزوا بالمحتوى اللي بيقدموا اللي بخص العناية بالبشرة. أول حساب رح يكون معنا لليوم هو حساب الدكتور محمود سنارة، وبس تفوتوا وتشوفوا الفيديوهات اللي بيقدمها رح تشوفوا كيف جامع بين العلم والخبرة، وكمان بيعرض مشاكل البشرة مع الحلول لألها. تحولي الشامبو ده من شامبو تجاري بيعمل تساقط لشامبو طبي بينبت ويطول الشعر وبيعالج التساقط. اعملي حفظ وركزي معايا، هتقشري البصلة دي وتبشريها وتصفي ميتها كويس. مية البصل بتعالج جميع أنواع الصلع وبتنبت شعر جديد.
خدي 10 ملي من مية البصل وحطيهم في طبق، جيبي 4 حبات قرنفل واطحنيهم في كبة لحد ما يتحولوا لبودر. وتاني حساب معانا لليوم هو الدكتور أحمد الملا، ودكتور أحمد بيساعد المبتدئين بخلال الفيديوهات اللي بيقدمها للعناية ببشرتهم، وبيساعدكم كمان تعرفوا شو المنتج المناسب لبشرتكم. واقي سبب لك حبوب والريتينول سبب لك حبوب، هل لازم توقفيهم أو تكملي عليهم؟ ريتينول مقشرات بنزويل طبيعي يزيدوا الحبوب لأنه عم بيجددوا خلايا البشرة والحبوب الداخلية عم تطلع لبرا، وهذا اسمه سكين بيرجين. أما الغسول مرطب واقي شمسي ما لازم يزيدوا الحبوب، وإذا صار هالشيء معناته في عنا تحسس، تهيج أو انغلاق في المزيد، فأكيد بيستاهل المتابعة. وثالث حساب معنا لليوم هو لبشار. بشار هو خبير العناية بالبشرة، بس تشوفوا الفيديوهات اللي بيقدمها رح تشوفوا كيف بيحول العالم لمحتوى بسيط. خلينا حساب معنا لليوم هو سدن تكروري أخصائية بشرة وليزر. أكتر شيء بيميز حساب سدن هو عرضها للحالات قبل وبعد، وهذا اللي بيعطي مصداقية أكتر لشغلها. هاي المنتجات اللي فيها أحماض مقشرة طلعت فايرل، إذا أسأنا استخدامها أو استخدمناها بشكل يعني أوفر يوزد ومستمر، وبالذات البشرات الحساسة ممكن يأذي حاجة البشرة عندك ويدمرها. وهي كانت فقرة يستاهل لليوم، بتمنى تكون نالت إعجابكم. مشاكل وفضايح الانفلونسرز والتيك توكرز ما بتخلص. خلينا نشوف ملفة مين اليوم رح نفتح وعن شو رح نحكي. اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ملفات، معكم جيهان، ويلا نفتح اول ملف. وكلنا عرفنا باخبار شروق يلي متصدرة ترند، ويلي نعتتها كاتريكسا بالمصنصنة. وشو هو السبب ورا هذا الترند؟ إنه دكتور فود ضربها لشروق، هيك قالت كاتريكسا من بعد ما بيّن كدمت على كامل جسمها واحمرار بعينها بالفيديو. وردت شروق بإنه سبب الألوان يلي على جسمها هي صبغة شعر، وإنه الاحمرار بعينها هو تمزق شريان دموي. هل قولكن هل ترندت إشاعة ولا هي عن جد سارة ودكتور فود اعتدى على شروق؟ احتفال تحول إلى مشكل، عم تتخيلوا؟ كان غيس مروان ومرته عم يحتفلوا بعيد ميلادها على اليخت، وفجأة تم الاعتداء على غيس ضرباً. الحديث ما صار الدم ينزل من وجهه وعينه تورمت وصار فيه احمرار، وتوجه غيس مروان ليتأكد إنه صحته سليمة وقام ببعض الفحوصات الطبية، بس الحمد لله عينه طلعت سليمة. نتمنى لغيس الشفاء وإنه يقوموا بمحاسبة المعتدي. ورح ننتقل على باريس مع المؤثرة المغربية فاطمة. خلينا نشوف شو صار مع فاطمة. كانت فاطمة عم تتمشى بشوارع باريس، وفجأة بيتوجه لعندها شخص عم يركض وبيقوم بالبزق عليها. أما فاطمة لاحقت هيدا الشخص وقامت بتصويره. فهل بعدنا لهلأ حنواجه هيدا المشاكل؟ والسبب ورا هيدا البزقة إنه فاطمة لبست الحجاب. وللأسف رح ننهي حلقتنا بخبر محزن عن التيك توكر المعروف باسمه أم حبودي. تعرض حسين حجيج إلى حادث سيارة بمدينة سور، وأدى هذا الحادث إلى فقدانه الذاكرة مؤقتة وارتجاج بالدماغ. نتمنى لحسين الشفاء بأقرب وقت. وهيدي كانت حلقتنا لليوم، اكتبوا لنا بالتعليقات مين حابين نفتح له ملفه بالحلقة اللي جاي. رنيم ونيرفين رح ياخدونا اليوم بحديث مشوق عن عالم الموضة والفاشن. خلينا نشوف شو جابوا لنا نصايح وعن شو رح يحكوا. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفقرة تي توكس، معكم مصممة الازياء رنيم الحموي، ومعكم رائدة الاعمال بمجال الازياء نيرفين الجبان. اهلا وسهلا فيك نيرفين، كيفك؟ فيك. خبرينا امتى بدأتي وعلى السوشيال ميديا وكيف كانت واي سنة؟ تقريبا بال 2015. حلوة. بلشت بالبدايات تبع السوشيال ميديا. يعني ايه ببداية هون فيك تقولي ب 2015 بلشت از ستايلست، يعني بلشت انا نزل، كنت بيرسونال شوبر لاكثر من حدا، هيك بلشت مسيرتي از ستايلست. ذن اشتغلت بتلفزيون، من بعد هيك قررت انه فوت بمجال الازياء كثير، وفتحت الاكاديميه وفتت كثير بمجال الازياء. خبرينا انت امتى بلشتي؟ لا انا بدات صراحه
بعد الكورونا ب2020 أنا كنت مالي بتبعات السوشيال ميديا بالمرة، وبعدين قلت لا خلص خليني أفتح أول شيء صفحتي العادية يعني my own personal، وبعدين فتحت as a stylist، وبعد سنتين فتحت البراند تبعي. طب كونك مصممة أزياء بتحسي أنه أنت تبني حالك على السوشيال ميديا قبل يور براند أحسن، ولا يور براند قبل يعني ما تبني حالك؟ لا بالعكس تماما، أنا بحس أنه الأفضل أنك أنت تعرفي عن حالك والعالم تعرفك بالقبل. فأنا العالم أول شيء عرفتني as a stylist، وبعدين بدت معي بمرحلة أنا لما كنت عم بدرس تصميم أزياء، بدت معي بالبدايات بحطها بتفاصيل المرحلة، يعني أنا وعم برسم، أنا وعم نقي القماش، أنا وعم نقي الديزاينات، فبتصير مثل في ثقة بالكواليتي أكثر تماماً. yes. خاصة كمان أنك بتاخدي رأيهم أكثر، فبتحسي أنك أنت ما عاد في بس أنه براند وبس العالم خلص ما تعرف شيء عنك، لا هيك بالعكس حتى بيصيروا هنن فريندلي معاكي مثل رفقه، ما عاد صار انه بس يعني هيك خلص محل وزباين جايه تاخذ، بيصير في نوع من الود بينك وبينهم، فاكيد لا طبعا كثير افضل. وانت بما انك از ستايلست واز اكاديميه كمان في عندك، ف الافضل انك انت تبيني للعالم توثق فيكي وتعرف وتسجل عن طريقك، ولا لا لو خلص بتفضلي انك تطلعي بس كاكاديميه وما يعرفوا مين صاحبه الاكاديميه، انه الاكاديميه هي تحكي عن حالها كم لا هلا هذا الشيء انا واجهت فيه، لانه انا يعني ما كنت كثير مآمنه انه انا السوشيال ميديا رح تساعدني بالبزنس، يعني صار لي مآمنه بهذا الموضوع تقريبا سنتين او ثلاث سنين. اوف، مع انك بديانه من 2015 كم سنه تميتي لحتى آمنتي؟ هلأ ليش ما آمنت؟ لأنه لما بلشت بالأكاديمي كتير انتشرت الأكاديمي وورد أوف ماوث، فصرت خلص صرت شوف الناس أوكي على السوشيال ميديا، بس أنا لأنه مش هالبزنس بس. هلأ من بعد ما كتير صرت أكتف على السوشيال ميديا الناس صرت توسها أكتر، لأ البزنس علا أكتر بالنسبة لي. هلأ بالنسبة للأكاديمي، الأكاديمي هي سيرفيس وسيرفيس تعليم، يعني لما أنا بدي أعلم الناس لازم توسها تعرف مين هذا الشخص اللي بدي يعلمنا، غير البرودكت يعني بمجال أو لما تفتحي بزنس البرودكت غير إنه أنت يكون عندك سيرفيس. طيب وقديش ساعدتك السوشيال ميديا بأنك تنتشري عالمياً يعني خارج الإمارات؟ كتير ساعدتني صراحة، لأنا بلش الموضوع معي من كورونا، بلشت أعمل دورات أونلاين فبلشت انتشر بالأردن وبمصر وفلسطين كتير، وهلأ في بروجرام كمان عم بعمله بلش انتشر بدول الخليج. هلأ لو ما السوشيال ميديا أكيد ما كنت وصلت، لأنه بتعرفي إذا بدي أبني أي شيء لازم أروح لهونيك وأقعد لحتى أتعرف على الناس وأعمل كونكشن، فالسوشيال ميديا وخاصة أنا على منصة الإنستغرام كتير ساعدتني أني أوصل لهيدول البلدان، تطور البزنس تبعي، وبنفس الوقت يعني هلأ أنا عم بفتح فرع بالأردن، فيعني تخيلي وصل معي لمرحلة أني أفتح فرع قد ما الناس طلبت مني أني أجي أعمل دورات. يعني صح والله صراحة معك حق بكل شيء حكيتي. طب أنت تصاميمك الناس بتطلب برا، أنه بتطلب منك التصاميم؟ أكيد طبعا، لأنه لما أنت بتنزلي على السوشيال ميديا فهي السوشيال ميديا ما أنا محصورة ببلد معين، هي محصورة يعني هي بكل العالم، فأنا كتير ممكن العالم من أمريكا، من أوروبا، من الأردن، من لبنان، من أي بلد بيشوفوا التصاميم طبعا وأكيد بيطلبوها. عم تفكري نفتح اللاين تبعك بشي محل؟ طبعا أكيد ليش لا، بس هلأ صراحة كمان صار كله أونلاين، إذا أنت بتحسي بعد الكورونا كتير صارت العالم مهتمة بس بالأونلاين، يعني أنه حتى بتلاقي كل العالم بس على السوشيال ميديا، يعني أنت أي شيء ممكن يخطر براسك ممكن تلاقيه بس على السوشيال ميديا، وحتى الشوبينج أونلاين يعني صار أكتر يعني. صح هذا الموضوع. خاصة هلأ بآخر كم سنة صراحة يعني حتى نحن ما تنزلنا على المولات. وبالنسبة لصناعة المحتوى والتصوير وكيف بتنزلي التصاميم، في حدا بيساعدك ولا أنت بتعملي كل شيء from A to Z؟ هلأ صراحة بصفحتي الشخصية يعني as a stylist أنا من الـ A to Z، يعني أنا بفكر شو بدي نزل وبعمل وخلص، وأنا الفكرة ممكن تجيني هيك بثانية ومحط الكاميرا وخلص أحكيها ونزلها. بينما بصفحتي تبع الأزياء فأكيد طبعاً في تيم بيساعدني كمصورين، كأنه شو نزل شو يعني إمتى ننزل، بس أنا طبعاً بأشرف على كل شيء من الـ A to Z يعني أكيد. وأنتي كيف؟ لا أنا أكيد في تيم، بقى في اثنين بما أنه أكيد صح فيه. أكيد في تيم بيساعدوني بالتصوير، لأنه يعني أنا تقريباً كل يوم عندي تصوير لمحتوى، لأنه مثل ما قلت لك بس حتى كمان الأفكار
الأفكار لا، كله أنا بشرف عليه وأنا اللي، لأنه أنا بعرف مين هن الزبائن تبعي، أنا بعرف المسج اللي أنا بدي وصلون إياها، كيف بدي وصلون إياها أو الطريقة، فعشانك بشرف على كل شيء. هن بيساعدوني بالتصوير بطريقة التنزيل، وشوي شوي بيصيروا هن يتعلموا لأنه هن بيكونوا عم يحكوا مع الزبائن. وهلأ وصلنا لآخر الفقرة، يا رب تكونوا استمتعتوا معنا. وبنهاية حلقتنا لليوم ما تنسوا تحطوا لنا بالتعليقات إذا عندكم أي أفكار أو أشخاص حابين تشوفوهم بالبرنامج، وما تنسوا أنه تفوتوا تسجلوا نفسكم والأشخاص اللي بتحبوهم بأقرب وول أوف فيم مثل ما بذكركم كل أسبوع. باي.